في الأول من سبتمبر من عام 1996، وبعد تولي رئيس الوزراء للكيان الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو منصب رئيس مجلس الوزراء، دخل إليه إسحاق مردخاي وزير الجيش بملف يحوي الكثير من المشكلة الخطيرة على الكيان الصهيوني، حيث أكد على أن القوات السورية بدأت في إعداد عدتها على الحدود من أجل تحرير الجولان، كما أكد له بأن السوريين تمكنوا من تحرير المنصات الصاروخية الروسية وأنهم سيعلنون الحرب خلال ساعات، وهو ما استدعى اتصال نتنياهو بالمخابرات الأمريكية وإخبارهم بالأمر، الأمر الذي نفته المخابرات الأمريكية، وعليه طار نتنياهو وفريق من الموساد إلى أمريكا في اليوم التالي وفوجئوا بعدم وجود معلومات لدى أمريكا بالحراك السوري في المنطقة. إلا أن ما حدث بعد ذلك هو بداية تفاصيل القصة كاملة. نتمنى منك الضغط على اللايك ونشر المقطع والمتابعة للأخير لتعرف التفاصيل. في تطور لافت للأحداث، أرسلت أمريكا 3 مبعوثين، الأول للرئيس حافظ الأسد الذي سخر من التقارير الإسرائيلية، ولم تكن مصر أو حتى لبنان بأفضل رد من سوريا، وهو ما أدى إلى تحرك الجيش السوري وقام بعملية تعبئة عامة كبيرة، إلا أن الكيان الصهيوني أيضا قام بالتعبئة أيضا. لكن الاستخبارات الأمريكية وجهت للكيان الصهيوني بحل المشكلة التي تواجه الموساد الإسرائيلي وعملية الاختراق الحاصلة بداخله، لكن وبعد عام من التحقيقات كشفوا الاختراق بأنه تم على أيدي ضابط بالمخابرات الإسرائيلية يدعى يهودا موشي كناش، والذي يعتبر محور الحلقة. يعتبر يهودا موشي من يهود ليبيا الذين عاصروا المذبحة التي جرت بين اليهود والعرب هناك، وبالتحديد في عام 1946، والتي راح ضحيتها قرابة 150 مواطن ليبي وخسائر مادية كبيرة. وكان الأسوأ من تبعات تلك المذبحة هو إجبار اليهود على الخروج من الأراضي الليبية والهجرة إلى فلسطين المحتلة. في تلك الأثناء كان موشي بعمر 15، وساعد والده على تنمية روح الكراهية للعرب ودربه على استخدام السلاح لإطلاق النيران، وتم سفر أسرته إلى فلسطين المحتلة والتحق بجيش الكيان الصهيوني وعمل كمدرب به، كما جرى نقله إلى البعثة العسكرية إلى تشاد والكاميرون. وبعد عودته لفلسطين المحتلة قدم أوراقه للالتحاق بالموساد الإسرائيلي، وبالفعل قبلوا أوراقه وخضع لتدريبات لمدة 6 أشهر، وقوبل طلبه بالقبول والتحق بالموساد. ونتيجة لذكائه الشديد تمكن من اجتياز عدة فرق من تدريبات الموساد الإسرائيلي، وتمكن من اجتيازهم بنجاح ساحق، إلى أن التحق بفرقة ضباط الحالة، وهم من المرخص لهم القتل كما يقال عنهم، حيث يمكنهم إدارة أي عملية تابعة للموساد حول العالم، كما أنهم يعتبرون نخبة النخب في الموساد الإسرائيلي. وترتب على ذلك أن أصبح ملفه يعج بالكثير من الإنجازات والنجاحات التي لم تشبها أي أخطاء، حتى ولو كانت أخطاء تشغيلية غير مقصودة. وتم تكليفه بمهمة اغتيال الزعماء المناهضين للكيان الصهيوني في المنطقة، كما خطط ودبر ونفذ وحده عملية اغتيال الأديب الفلسطيني زايتر، حيث كمد له في أسفل سلم منزله وقتله 11 رصاصة من مسدسه الخاص الكاتم للصوت. وتم تكريمه من رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيسة الوزراء حينها جولدا مائير. وبعد هزيمة الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر المجيدة، تم تشكيل وحدة العملية الخاصة لمراقبة تحركات مراكز صناعة القرار في مصر وسوريا، وعليه تم تعيينه قائدا لهذه الوحدة، وجاءته الأوامر بتجنيد ضابط سوري أثناء سفره إلى باريس لعلاج ابنته، إلا أنه مثل عليه دور رجل أعمال إيطالي، واكتشف أن الضابط يهودي والذي لم يذكر اسمه إلا بالتقارير، فلن يرضى بهذه المهمة، خاصة وأنه متدين إلى درجة كبيرة وعربي بأصالة لن يرضى بإهانة بلده، إلا أن اليهود كتبوا تقريرا للموساد بنجاحه في تجنيد الضابط السوري، حيث كان قد فكر في استغلال الأمر لصالحه وتحقيق أكبر استفادة له، إلا أن يهود وضع شروطا للموساد من تلقاء نفسه، حيث كتب أن الضابط يرغب في أكبر قدر من الأموال وأن يتمتع بسرية تامة
ولا يتعامل معه أحد سوى يهودا شخصيا، فوافق الموساد واستغل مرض ابنة الضابط السوري ومجيئه باريس مرتين كل عام للعلاج، فأقنعه بعلاقاته بأطباء قد يساعدونه، وهو ما دفع الضابط السوري للقائه سنويا مرتين، وهو ما أخبر به يهودا الموساد، وكان يضع أي مبلغ يشترطه هو في كل لقاء له بالضابط السوري، وأطلق على ملفه الصقر الأحمر. إلا أنه بعد 19 عاما عين الموساد ضابطا في باريس لوحدة الموساد هناك، والذي كتب تقريرا في يهودا رفقة اثنين آخرين بأن الصقر الأحمر لا وجود له من الأساس. وعليه عرف يهودا بالتقرير وكتب تقريرا بتقاعد الصقر الأحمر وانتهاء مهمته. وعلى إثر الاتفاق بين إسحاق رابين وزير الجيش للكيان الصهيوني والجانب السوري ووساطة أمريكية بالهدوء التام في هضبة الجولان والانسحاب منها، إلا أنه تم اغتيال رابين في الداخل الإسرائيلي. وما زاد من قلق الكيان الصهيوني هو قيام سوريا بإجراء مناورات في النهاية في هضبة الجولان واستدعاء الفرقة 14 الخاصة من بيروت، وبالتالي لجأ الموساد ليهودا موشي للعودة للصقر الأحمر مرة أخرى من أجل التجسس على الجيش السوري. إلا أنه كتب تقريرا خطيرا أفزع الكيان الصهيوني، إذ كتب بأن الجيش السوري بدأ في التحرك وتحرير منصات الصواريخ السورية من أجل استعادة الجولان المحتلة. وبعد عودة نتنياهو من أمريكا صفر اليدين بوجود خلل في مصدر معلومات الموساد، اضطر للعودة لتقرير الضباط الثلاثة الذي أدان يهودا، وعليه ألزمه بإرسال دليل مادي بوجود الصقر الأحمر وإلا سيتم اعتقاله. لم يستطع يهودا تقديم أي دليل مادي على ذلك، وعليه جرت محاكمته وتقديم الكثير من تقاريره، إلا أنهم لم يعثروا على دليل سوى ظرف به مبلغ من المال كانوا قد أرسلوه إليه لإيصاله للجاسوس الصقر الأحمر، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وبعد خروجه عام 2000 قضى بقية حياته في منزله، وتوفي في عام 2021 تاركا وراءه تاريخا كبيرا من الإخفاقات لأحد أكبر الأجهزات الأمنية في المنطقة كما يزعم الكيان الصهيوني، ليؤكد للعالم بأنهم لم يستطيعوا حتى أن يحموا أنفسهم من أنفسهم.